انا كنهضر مع وزير الصحه كوزير ماشي اي طالب، لان ممكن يكون اي طالب غدا يكون واحد اخر. البلاد باقيه محتاجه للخدمه، محتاج هاد القطاع هذا خصو يعني واحد الاهتمام كبير، لانه كيمثل صحه المواطن، والصحه المواطن غاليه، واللي غيكون في هاد المكان هذا خصو يكون في المستوى العالي. شحال من تساؤل كيدور ليا في راسي، ولكن كيخصنا ولا انا كما قلت لك خصنا نكونوا بعد الشعب. وزير الصحه حتى هو راه خرج من هذا الشعب، ماشي جاي من شي قرطه. سافو دي راه غيخدم حتى هو على حساب الوضعيه، على حساب الظروف، على حساب المعطيات اللي عنده. ما يمكنش الا بغينا نحاكمو خصنا نعطيو، خصنا المهم نوفروا ليه حتى هو الظروف الخدمه باش الا بغينا نصدروا على شي حاجه. وزاره الصحه المغربيه راه خصها تجمع راسها مع المواطنين. دابا هذا الوباء راه بان بنادم شحال من واحد ما هادشي اللي يمكن نقولوا لهم، وهذاك الشيء راه خصهم، هذاك الشيء خصو ايقار يضم. وزير الصحه ما انا ماشي ولد الدومين باش نقدر نعطيك شي حكم عليه. هاد الناس ديالو بعدا اللي كنشوف هاد الناس الطباء والفراميه وداك الشيء راه قايمين بالواجب. خويا وزاره الصحه ما كايناش، كاينه الصحه لا والو. مستشفيات اي بلاصه مشيتي ليها ما تتلقاش طيب. والله تعالى عز وجل يرفع علينا هاد الوباء، الوباء في العالم، ولكن الصحة ناقصة في المغرب. هي دايرة المجهود ديالها، ولكن ما عندك ما دير، ما داير المجهود. الناس اللي خاصها تلتزم بهاد الأمور هادي جازيهم بخير، اللي خدام بالجد الله يجازيه بخير. الله شي اللي كاين. وزارة الصحة راه قلت الصحة، ماشي وزارة الصحة الدور ديالو ما قايمش به، لأن لو كون كان قايم بالدور ديالو خاصو يطالع على المستشفيات العمومية ديال المغرب. لا لا، المستشفيات العمومية ديال المغرب أحالة يرتلى صاحبي، أحالة يرتلى. الله يجزيهم بخير، يعني قايمين بواحد الواجب أكثر من المجهود ديالهم. وغير هما دابا تيلوموهم الناس، ولكن هما ما عندهمش هذاك المستلزمات باش يقوموا بالواجب، ولكن تيبدل لهم الناس لهم، ولكن الله يكون لهم في العوان. مساكن تا هما راه الله يكون لهم في العوان.